حل معالم مصر للأغنياء بس. السيديوهات شد الحبل هب هب هي يو. ناس كتير فاكرة ان معالم مصر للأغنياء بس زي الأهرامات وبرج القاهرة استديوهات شد الحبل او بمعنى اصح للأجانب بس، لدرجة انك لو وقفت حد من الجيزة نفسها وسألت عمرك رحت الأهرامات قبل كده هيقول لك لا. فالنهاردة هنروح نزور معالم بلدنا ونشوف ايه الحوار ده، وعشان ابسط عليكم الموضوع جبت لكم معايا ببساطة انا امنية. واول مكان معانا الأجانب بتجيله من كل مكان في العالم هي أهرامات الجيزة. والله يا انا ما عملت اي حاجة. وعشان تروح تنزل محطة مترو الجيزة وتركب اي عربية رايحة مشعل ب4 جنيه، وتتمشى شوية او تركب عربية ب2 جنيه وتقوله نزلنا عند ابو الهول. ده مشهور ده، ما فيش حد قده ده. ولك ايه؟ وانا عايز مشهور جدا يا اسطى. ما اقدرش. انت مين؟ مين ده؟ بص بص عملت مين بالصدفه؟ يرحم والديك. بتعمل ايه في الاهرامات يا كبسه؟ بالصدفه جاي لقيت مين يا اخي؟ يرحم والديك. بتعمل ايه هنا؟ اهلا. هاي جدا. عامل ايه؟ مفيش فانسي حبيبي يا معلم. والله يعني ابو اسماعيل اهو جه مصر. هدخل بايه ازاي؟ هدخل برجلك؟ هم بيدخلوا بايه؟ احنا بالله الله ما بندفعش. احنا جايين نضرب تذكرتين طلبه. الاهرامات بتفتح من الساعه 7 للساعه 4 العصر. التيكت ب 40 جنيه والطلبه ب 20، فاعمل نفسك طالب. احنا على ما دخلنا بجد كمية حوارات وكمية يقول لك البوابة مش من هنا، البوابة من هنا، وعشان بتاعة الطلبة اللي ب20 مش 40 من الناحية التانية. ما تسمعش كلام حد، ما تقفش لحد، ما حدش هيساعدك ببلاش، امشي. أساليب النصب كتير، بس ملخص الموضوع جماعة ما تقفوش لحد هنا عشان ما حدش بيعمل حاجة ببلاش أو ما بيعملش حاجة لله. عامة عايزين بس لا جايين، انتوا ليه خايفين؟ بقول لك ايه، عايزك تاخديني صوره بقى وانا ببص ابو الهول. بالنسبه بقى لركوب الخيل، انا مش عايز اقولها يا نصبايه، بس صبي يجيب رجلك، بمعنى اللي بقول لك تعالى ب 20 جنيه ب 10 جنيه، فانت لو ب 10 جنيه فتركب، فيتمشى بيك شويه كده، بعد كده يقول لك ها بقى عايز الجوله الصغيره ام 80 ولا الجوله الوسط ام 100 ولا الجوله الكبيره ام 120، فانت بتقول له يرحم والديك يعني بالله عليك كيف تفكر؟ ما انت قايل لي ب 10 جنيه، يقول لك لا ده ب 10 جنيه دي تركب وتتصور والحصان واقف، فما تقعش في الفخ ده، وانا هقول لك لو عايز تركب حصان تعمل ايه؟ تعالوا معايا. انا عايز لفه ب 20 جنيه غير فلوس خالص حبيبي، ربنا يخليك خالص. يلا بينا. انا عن نفسي دفعت له 20 جنيه لان احنا الاثنين وخدنا لفه صغيره كده وكام صوره، ودفعت ليه قبل ما اركب. ولا لكم بقى مصر فيها اكتر من 100 هرم مش الثلاث اهرامات دول بس، حابب اعمل شاوت اوت لي سيف تامر اللي هو سيف ترافلز، زار اكتر من 65 هرم فيهم في وقت منجز جدا، فروحوا اتفرجوا على الفيديوز بتاعته وادعموا. وزازة الماء الصغيرة هناك ب 10 جنيه، فبقت معاك ميه من بره. بص بقى اللي عايزاك صورني جنب الهرم وانا ماسكاه. يلا هنا عرفت الطلب، عرفت يلا يلا. نعم للاهرامات الثلاثة وابو الهول ب 5 جنيه. انا استاذ هرم وابو الهول دي حاجة جبس ب 10 جنيه. ما تخليش حد ينصب عليك، الاسعار الحقيقيه بلسانه ما هي، لان نفس الحاجات دي هي بتبقى الصبح ب 20 جنيه وارقام غريبه كده. باشا اعتمد. المتحف المصري الجديد من اهم معالم مصر الحديثه، بس هو لسه بيتبني فمش نعرف نخش. فهنروح الجراند ايجيبشن ميوزيوم اللي المتحف القومي للحضاره المصريه الجديد اللي فين؟ السيره. فيلا بينا. مفتوح طول الاسبوع من الساعه 9 لحد الساعه 5 المغرب، والجمعه بيفتح فتره زياده. هو انت جايبني انا اعمل ايه؟ انا هوريك الحاجه. شايف القلعه ولا التيكت ب 60 جنيه والطلبه ب 30، اعمل نفسك طول. يا رب الحضاره المصريه تتريت. هتدخل
وممنوع دخول الشنط، بس في امانات مجانا عشان تسيب فيها حاجتك، والصرف باين بصراحه والتكنولوجيا عاليه هناك ومش بتحتاج اي مساعده من اي حد. احلى حاجه هنا ان انت مش محتاج تور جايد عشان يقول لك ايه ده ومش عارف ايه وبتاع، كل حاجه مكتوبه موجوده وبالتكنولوجيا والخرائط والدلائل يا اخي بالله عليك كيف تفكر؟ لا الصرف باين بصراحه، الازاز متبطن جامد، ده دبل ده. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. التابوت ده ما يعملوش اقل من 40 كيلو لحظه. انت حتى لما ما بتحترمش القوانين هنا هتحترم القوانين عشان انت حامل المكان. انا جيت هنا بقيت محترم بصراحه. جدا يا معلم، عامل ايه؟ يلا بينا جدا نتصور. هاي جدا. موجوع قلبي وانا بس لما عملت الكاميرا كده في حاجه غلط حصلت. بصي واو، بصي 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 بصي. والمومياوات الملكيه هتلاقيها هناك. بس ممنوع التصوير عشان الفلاش بقى ويحافظوا على الاثار وبتاع. بصراحه الصنايعي اللي حنط الرجاله دي ايده تتلف في حرير. وهنا هتلاقي كسوه الكعبه. تحسست الايات والايات متطرزه يا جماعه، انتوا متخيلين ان معدن من معدن تعمل خيوط تطرزها بذهب من اغلى انواع الحرير وتفضل بالشكل ده؟ انا منبهره بالثقافه الاسلاميه بجد بجد، من اجمل الحاجات اللي ممكن تشوفوها هنا. لو انتوا نفسكم تروحوا مكه زي فدي هتنقل لكم جزء صغير قوي. لا ده موضوع بجد ورا عنه. اهو ومصحف مكتوب بخط الايد. مين؟ مش عارفين ثانويه عامه. ماشيين يا ابني، انا بتهزق هنا. امين وامنيه اقعد مش فاهم يعني. كل انترو بقول بكل بساطه انا امنيه، في الاخر جايه تقول لي امينه. وبره في فيو هايل. دلوقتي عايزين نشوف مصر من فوق، فهنروح لاكبر نقطه فيكي يا قاهره. برج القاهره. يلا بينا. التذكرة ب 50 جنيه ويفتح من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 1 بالليل. هنا بقى ولا في طلب ولا مش طلبة، كل واحد كلها ب 50 جنيه نكد. بتشتري التيكت وتاخد دورك في الاسانسير، والشاشه هنا هتساعدك تعرف دورك، لما تلاقي رقمك وسط الارقام دي يبقى دورك. بكل بساطه انا كراميلا. حرفيا انشاف مصر من فوق. بيست تشوز تايم بيكوز جولدن اور. يا اخي بالله عليك كيف تفكر؟ يا لهوي صراصير. ولو عايز تشوف مصر من قرب اكتر تقدر تجرب تشوفها من التلسكوب ده، مده دقيقه ونص ب 10 جنيه، بتشتري التيكت من تحت قبل ما تطلع. مش شايف حاجة. ده صبايا. ولا وحش قوي. مش وحش. ملوش لازمة. لا تعالينا عدل. مصر جميلة بس احنا اللي مش بنتفسح.
وفي النهايه حبيت اوصل لكم انكم لازم تعرفوا اكتر عن بلدكم وتزوروا معالمها السياحيه اللي الناس بتجيلها من كل انحاء العالم، وانها مش للاجانب بس ولا للاغنياء بس. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. ف هب 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 هب. واحدة 2000 والله هي تطلعي في البيت.